في ذروة الحركة التجارية وحركة الطلاب، دخلت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي حي الياسمينة في البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا تحصن فيه عدد من المسلحين الفلسطينيين. اشتباكات عنيفة ووابل من الرصاص والمتفجرات ألقاها الجيش الإسرائيلي باتجاه المنزل، ما أوقع 3 قتلى. قالت إسرائيل إنهم متورطون في عملية إطلاق النار في الأغوار. جنود الاحتلال فاتوا على الحارة بقوات هائلة من الجنود والمدرعات حوالين البلدة القديمة، والصواريخ كانت بشكل مش طبيعي. يعني ما همهم إذا كان مين جوا بالبيت، ما همهم إذا هالأطفال رايحين على المدارس. وصلنا جثامين لثلاثة شهداء، كان هناك تشويه في الجثامين، في جثتين كانت هناك بدون رأس، والجثة الثالثة كانت إصابات عدة رصاصات في الرأس. وصلت 3 إصابات بعير نارية في وضع متوسط إلى بسيطة في الأطراف السفلية. إطلاق نار كثيف رافق خروج الجنازات من مستشفى رفيديا الحكومي وسط إجراءات عسكرية وحصار مشدد على محيط مدينة نابلس، تخوفا من رد الفصائل على العملية الإسرائيلية. أكثر من 200 جندي وضابط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في العملية التي تقول إسرائيل إنها قتلت خلالها منفذي عملية إطلاق نار في الأغوار، أدت إلى مقتل 3 مستوطنات بداية الشهر الماضي. من حي الياسميني في البلدة القديمة بنابلس، خالد القاسم، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.